بقى المغرب يعتبر هذه المسألة صراعا إقليميا؟ نعم طبعا يعتبره صراعا إقليميا، ولكن بأيادي دول تقف بجانب الجزائر وتؤيد المساس بالوحدة الترابية للمغرب. طيب. خصوصا وأننا نعلم على أن البيان المضاد الذي صدر عن البوليزاريو يهدد باللجوء إلى السلاح في مواجهة المغرب، وهذا تهديد للقرار الأمين العام، للقرار المجلس الأمن، ومقارعة الدول بمعنى فيما بينها على أساس بطلان القرارات الأممية، يعني أن الأمم المتحدة من حقها أن تفتح الآن النقاش حول النقاط التي وضعتها كشروط لإنجاح العملية السلمية، ومنها فرض فك الارتباط بين البوليساريو والجزائر، ثم أيضا تحميل المسؤولية للجزائر وفرض الأمر الواقع على الجزائر وتنظيم يعني لقاءات لإثبات الطرح المغربي الذي تعاكسه الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة من المقارعة بالحقائق والوقوف في وجه التيارات المعادية للوحدة الترابية للمغرب. فحينما تلجأ الجزائر مثلا إلى رفض أو اللعب بالمساعدات، أو ترفض مثلا يعني إحصاء المخيم السكان بالمخيمات، أو تخالف تأمين بعثة عمل المينورسو، فستكون في مواجهة الأمم المتحدة وليس المغرب. وبالتالي فالموائد المستديرة التي ذكر الأسد الأجلاء هي مقاربة أممية لحل حالة المواقف ومناقشة باطن ومضمون الحكم الذاتي وكيفية تنزيل المشروع. أما من غير الحكم الذاتي لا يوجد هناك أي مشروع آخر ولا مبادرة أخرى ما عدا سيادة المملكة المغربية على الصحراء، وأيضا الأمر الواقع الذي يجد سندا أو المؤيد من قبل الأمم المتحدة.